حين هبط الزوجان الملك تشارلز الثالث وكاميلا في مطار باريس أورلي الفرنسي، كانت الملكة تتصارع مع عاصفة كادت أن تمسك بها. وخلال زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا، ظهرت الملكة كاميلا وهي تنزل على سلالم الطائرة ممسكة بقبعتها الوردية من فيليب تريسي، محاولة منع فستانها من تصميم فيونا كلير من أن يتطاير بفعل عاصفة داهمت الزوجين الملكيين. وبعد أن هبطا بسلام، انضما إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيه في مراسم تذكارية ووضع إكليل من الزهور على قوس النصر في قلب باريس، ليسارع الرباعي في شارع الشانزليزيه بالسيارة باتجاه قصر الإليزي المقر الرئيسي للرئيس، حيث جلس تشارلز وماكرون لإجراء محادثات.